بلد في أقصى الشرق قصف بالنووي نهض وما زالت تشرق منه الشمس. إنها اليابان بعيدة قريبة، إمبراطورية وحيدة، ونفوذها الناعم يكاد يكون فريدة. هيروشيما ناجازاكي سهرتا بالنار، ومن عمق الهزيمة بدأ مسار للانتصار. أطفال القرنين الماضي والحالي يعرفون أبطالها. جونجر جراندايزر، في مخيلة أبناء العرب أيضاً رسوم المانجا، الكائن الأصفر بيكاتشو، والوحش الأكبر جودزيلا، والحيوان الإلكتروني الأول تاماغوشي، وشخصية فريدة تقفز فوق الأنابيب، نعم سوبر ماريو. ومن على الجزيرة تصدر اليابان السيارات، أحدثها وأغربها، أدخلت الإلكترونيات إلى كل تفاصيل الحياة. ولو أن الصين تفوقت، لكن الصناعة اليابانية تأصلت، ولمحو عار الطائرات المتساقطة في الحرب العالمية صنع اليابانيون أحدث وأفضل القطارات. الروبوت ياباني، باتوا 400,000 على الأرخبيل. الإنسان الآلي يكثر، لكن الزواج والإنجاب في أزمة، والكل يتبع فلسفة الزين، جمال البساطة، أقل يعني أكثر. قطارات سريعة، مواعيد دقيقة، شوارع نظيفة، وتقاليد صارمة، أدبيات فريدة، وأخلاقيات متينة في العمل. موظفو اليابان لا يتركون عملهم أبداً. والرامن والماتشا مسحوق الشاي الأخضر، ولحم كوبي أغلى اللحوم. ومن أمريكا إلى أستراليا، العالم بأسره يعشق السوشي.